للمتابعين الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بث مباشر آخر مباشرة من عاصمة بوغاز مدينة طنجة. كيف ما قلتوا في العنوان، حافلتي أو بعثة الفريق فلامينغو البرازيلي تغادرنا بعد منتصف هذه الليلة، بعد الإقصاء بعد الإقصاء الذي جاء على يد الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هو صراحة نوعا ما قرار مفاجئ جدا من مع عن نفسي أنا لا أمتلك ولا أدري.